السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. عيدكم مبارك سعيد وعواشركم مبروكة إن شاء الله، يا ربي يدخل عليكم هذا العيد بالصحة والسلامة وكل ما كتمنوا في الحياة ديالكم إن شاء الله. اليوم جيت باش نقدم لكم واحد الفيديو ونويعات ديال الحلويات اللي وجدت معكم في هذه الأيام ديال العيد إن شاء الله. غادي نخليكم مع الصور وكذلك مع الفيديو تشوفوا جميع الانواع ديال الحلويات اللي قدمت معكم، سهله وبسيطه ومكونات اللي هي سهله ومنظر ومذاق رائع ان شاء الله. غادي نخليكم ماشي مع المقادير وطريقه التحضير وانما مع الصور والفيديو والروابط اسفل الفيديو ان شاء الله. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ونلقاكم في فيديو قادم بحول الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.